بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال والصحة والعافية. بما أن رمضان على الأبواب قررت أنني نوجد معكم هذه الوصفة الزوينة بزاف اللي تتعجب الوليدات بزاف وتياكلوها. هذه الوصفة خالية من المواد الحافظة. بصغوا بين شي حاجة بيدينا نعطيو لوليداتنا شي حاجة عارفين شنو فيها. رائع تيجي في المذاق ولذيذ وبنين. تنتمنى تجربوا هذه الوصفة هذه وتعجبكم. ولا عجبتكم الوصفة شاركوها مع العائلة والأصدقاء وشجعوني بالتعليقات واللايكات وفرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله. غادي نحتاجو واحد 500 غرام ديال قطع ديال الدجاج. ولما كانش عندكم توفر قطع ديال الديك الرومي تجي النتيجة كبحال بحال، والمذاق هو كذلك كبحال بحال. عندي كذلك كأس ممتلئ ديال النشا ما يعادل 100 غرام ديال النشا. عندي كأس نصف كأس عفوا ديال ممزوج بين زيت الزيتون وزيت المائدة. عندي ملعقة صغيرة من بودرة التوم. عندي فلفلة هنا مقطعة فلفلة صفراء وحمراء. عندي 4 ديال البيضات وكذلك عندي واحد الضامه ديال البقري تجي زوينه في هذه الوصفه هذه. ولا ما لما بغيتوهاش تقدروا تستغناو عليها غير المذاق باش يجيك بحال هكا بحال اللي تشريوها من المحلات التجاريه. عندي كذلك الزيتون مقطع. عندي الزعتر واي اعشاب ملسمه تقدروا تضيفوها في هذه الوصفه. بالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره ديال الابزار، ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال الفلفل الاحمر، ونصف ملعقه صغيره ديال الكركم. اول حاجه البنات ناخذ هذا الهاشواغ هذه وتنوضع في هذاك القطع ديال الدجاج وغادي نطحنوا. هذه مرحله مهمه يا البنات النجاح. داك الكاشير ديالنا خاص هذه الهبيره ديال الدجاج خاصها تطحن مزيان. ولا ما كانش عندكم توفر هذا الهاشواغ شريوه مطحون احسن وجاهز بلا ما تضربوا تماره. ودابا غادي نطحنها انتم شفتوا مزيان. دابا من بعد ما طحنت داك القطع ديال الدجاج شوفوا كي تترجع خصو يرجع رطب بزاف. دابا غادي نبدا نضيف داك المقادير اللي عندي. غادي نضيف البنات البيض هانتوما شتو غادي نضيفو. وغادي نضيف كذلك داك التوابل اللي عندي غادي نضيفهم كاملين. وغادي نزيد عليهم داك زيت الزيتون اللي مخلطه هو وزيت المائده. الا كان عندكم غير زيت الزيتون البنات وتنوصيكم يكون زيت الزيتون ما تكونش فيه الرائحه، يكون باقي الزيت زوين بزاف، لان الا كان فيه الريحه غادي يجينا في داك الكاشر ديالنا ما غاديش يجي المذاق زوين. وغادي نضيف داك الكاس ديال النشا وغادي نضيف كذلك داك الزعتر اللي ديجا كنت منقياه البنات وغادي نحكو بين يدي. وغادي نضيفو كذلك لهاد المقادير. وغادي نضيف كذلك في الاخير داك الضويمه ديال البنة ديال البقري. وغادي نطلق مره اخرى الخلاط الكهربائي وغادي نخلطهم مزيان ما عدا الزيتون والفلفله هما اللي غادي نحتفظ بهم في التالي. دابا البنات هانتوما شفتوا من بعد ما طلقت مره اخرى عليا الخلاط الكهربائي على داك المقادير وتخلطوا مزيان غادي نضيف داك الفلفله حمراء وصفراء اللي مقطعها قطع صغيره. وفي الاخير البنات هذه اضافه درتها. انتم غير على حسب التصوير باش يجيني المنظر واللون ديالو زوين. انتم تقدروا ما تضيفوش نهائيا هذا الملون الاحمر. انا ضفت غير واحد الرويس ديال المعلقه ضفته باش يعطيني داك اللون زوين الكاشير. دابا من بعد ما خلطت المقادير كاملين غادي نحتفظ بهم جانبا وغادي ناخذ بلاستيك غذائي. هانتوما شفتوا هذه الطريقه غادي نوضع طبقه فوق طبقه غادي ندوبلو.
دابا غادي نفرغ داك الخليط ديالي فوق هاد البلاستيكات اللي دوبلتهم وحده فوق وحده تقريبا اربعه ووسعتهم باش يجيوني ساهلين ملي نبغي نلف الكاشير ديالي. دابا غادي نحيد داك البقايا اللي باقيين في هاد الهاشواغ هادي. شكون ليك بحالي البنات ما تيخلي حتى شي حاجه لاصقه لان حتى حاجه ما خصنا نضيعوها. دابا غادي ناخذ داك الزيتون داك القطع ديال الزيتون، الا كان من الافضل يكون ما عندكم صحيح احسن، انا ما كانش عندي متوفر، كان عندي غير هذا مقطع استعملته. دابا غادي نوضعه وغادي نلف هاد الكاشير، غادي نلفه بواحد الطريقه انتم غادي تشوفوه طريقه واضحه، وغادي نحاول انني نجمع له الجنيبات ونسدهم مزيان باش باش نهائيا ملي يكون تيطيب ما تخرج حتى شي حاجه. وغادي نوضعه مره اخرى في بلاستيكه انتم غادي تشوفوا، غادي نولي نقطع بلاستيكه اخرى ونولي نلفو عليهم مره اخرى باش يجيني في الطياب ديالو هو هذاك. ودابا غادي نوضعو في الكسكاس ديالي يطيب على بخار لمدة 45 دقيقة، وداك الساعة نتلاقاو إن شاء الله منين يطيب. دابا راه الكاشير ديالنا طاب البنات ودازت عليه 45 دقيقة، تتقيسوه بيديكم تتلقاوه قصح تعرفوا بأنه راه طايب. دابا ما غادي نقيسو ما حتى شي حاجة، غنخليه حتى يبرد حتى المدة ديال جوج سوايع ثلاثة عاد نبداو نقطعوه. وهذا هو التقديم النهائي ديال الكاشير من بعد ما قطعته. شوفوا كي تيجي، رافقته بقطع ديال الخيار مع مطيشه كذلك، مع شويه الزيتون، مع شويه الجبن كذلك، شويه ديال العسل. تيجي رائع البنات، ومذاق ديالو زوين. غادي يصلح لك وغادي ينفعك في هذا رمضان. تبقاي تعطيه لوليداتك شي حاجه سهله وبسيطه. تيجي رائع، وتقدري كذلك تقدميه في المائده ديالك ديال الافطار، في المائده ديال السحور ديالك اللي مالا. ولا عجبكم لا فيديو شجعونا البنات تعاليق واللايكات ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم ووصفة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.